بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. يقول ربي في آخر هذه الآية الكريمة إن هذا اللي تقول فيه تو شوف كيفاش حبوا ينحيوا كل قيمة للقرآن، شوف بالضبط بعد تقولوا علاش تقول لنا كرب، نعم كرب وأسوأ الكرب زاد، لأنكم أنتم الوحيدين على ما أعلم اللي تغضبوا في ربي بالليل والنهار، تصبحون بسخطه وتمسون بغضبه. من نعيم أنتم أحسن الناس وأحكم الناس وأذكى الناس وأنفع الناس، يضرب إن هذا أي القرآن وما تعمله يا محمد اللي أنتم كنتوا تقولوا الأمين الصادق الأمين عليه الصلاة والتسليم يقولوا نعم إلا أساطير الأولين، يعني تيلز أم أنسيانس، يعني خرافات ما عادش نقبلوها. واحنا الآن تو كل واحد منا يدور لهم في ريح الإسلام يقول لك يا بسيس هذا مرضوي، هيا قيدوا في الليستة بتاعنا، الليستة بتاع أعدائنا اللي هو ليس منا ولا نطمئن إليه ولا نتعامل معه، لا نتعامل معه، هو مرضوي لي بسيس. والبسيس هذا عرفت ربط روحه بالباسي لو فري باسي بينيفيك بور لومانيتي بور الجين و با هيا رجع نفسي قالوا مضاوي باسيس ان سالو دو دينيورون ان سالو دو سوفاج يغرلك احنا معنا السوفاجيري اما وقت اللي يلزم باش نكبسوكم بضربات كموجعة نكشفو لكم عواركم وقت نكونوا مريمو أبوزيون نصوم دي سوفاج على ما نعتدي على حد لكم دينكم ولا ندينونا ولا كره في الدين وكل كونترات ولا رجو إسلاميك ولأي واحد يدعي لكونه مشي يكون مسلم ما يزمونش يفرض على الناس أن يكونوا مسلمين أبدا هي حرية واعتبرها ربي من حقوق الإنسانية لكن أنا اللي استعملها في الخير هو الذي لم يدخل وعيه في عالم الظلمات والتخيلات والمخادعات والسلام علينا أهل الحق وأهل الخير وأهل الفتوح الربانية والسلام علينا بالتمام.